خدنا السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقه جديده مع محمد سبعيل. حلقه ديال هذا اليوم اللي غادي نتكلموا فيها حول صفعه اعطاها وزراء الخارجيه العرب الى النظام الجزائري، واحد الصفعه مدويه جدا فيما يخص المغرب ووحده المغرب. تفاصيل كلها غادي نشوفوها في هذه الحلقه، بالدليل كما عودناكم دائما. كذلك في هذه الحلقه غادي نتكلموا حول نشر غير مسبوق لوحدات من آليات الجيش على الحدود الجيش الإسباني على الحدود المغربية وكذلك داخل التغر المحتل مليليا. ولكن قبل من ذلك غادي نتكلموا على بعض الأخبار المغربية الآنية والعاجلة، تابعوا معنا هذه الحلقة. اللهم كفر أستاذنا نسير بنساء ورجال مع محمد السباحي. تحية مجددة، شكرا بزاف لكم على الدعم ديال قناة محمد السباحي. بغينا مازال الدعم ديالكم، لي جيم لي لايك وكذلك لي بارتاج. غادي نتكلموا في هذه الحلقة على مجموعة من القضايا الدولية التي تهم المغرب، ولكن خليوني في الأول غادي نتكلم على بعض الأمور الداخلية ديالنا. أكيد لاحظ الجميع الغلاء الكبير جدا فيما يخص أسعار الطماطم اللي وصلت لأكثر من 10 درهم في بعض المناطق المغربية، إضافة إلى يعني الكربون. كذلك الوقود طلع، وهنا خرجوا مجموعة من المهنيين باحتجاجات على الحكومة. كنا كنعرفوا أن الظرفية العالمية هي اللي ساهمت في الارتفاع، ولكن ما علاقة الارتفاع ديال الطماطم؟ أشنو خلى الطماطم تتغلى؟ مادام أنها منتوج مغربي، منتوج زراعي مغربي، لا يتعلق يعني بالاستيراد، بل المغرب هي التي تصدر. هنا كيخرج لنا وزير الفلاحة المغربي وكيقول بأن الدولة أو الوزارة اتخذت مجموعة من الإجراءات، وهو أنها تواصلت مع المنتجين وكذلك المصدرين ديال الطماطم باش يخفضوا تصدير نسبة التصدير ديالهم، باش تبقى يعني مطيشة أو طماطم يبقاو هنا في السوق المغربية. السبب اللي خلى الارتفاع ديال الطماطم الثمن ديالو هو الارتفاع ديال الطلب العالمي. الإنتاج المغربي كاين بكثرة خصوصا في منطقة الشتوكة إتباها، ولكن الطلب العالمي خلى المصدرين كيصدروا الطماطم وما بقاتش عندنا في السوق بهذا الوفرة. لهذا شفنا الارتفاع ديال الطلب. اليوم الحكومة دخلات باش تخلي واحد تقلص التصدير وتخلي واحد النسبة ديال الطماطم وغتهبط، إضافة إلى مشكل ارتفاع الوقود اللي خلى مجموعة من المهنيين والسائقين يخرجوا عبر احتجاجات وإضرابات. الحكومة اليوم تدرس يعني دعما مباشرا لهؤلاء المهنيين فيما يخص تكلفة الوقود. هذا تصريح ديال الحكومة المغربية. كنتمنوا يعني ان هذه الامور هذه الازمة العالمية تدوز بسرعة ان شاء الله. غادي ندخلوا التفاصيل ديال المواضيع اليوم التي تتعلق بالمغرب، وغادي نتكلموا على انتشار آلية دبابات وكذلك سفن بحرية على الحدود المغربية وداخل الطغر المحتل مليليا. الخبر فجرته صحيفة الفارو دي مليليا الإسبانية، واللي قالت بأنه كما كتشوفوا معنا في الصورة أنه 14 دبابة تجوب هذه الأيام شوارع مليليا في مشهد غير مألوف لدى ساكنة المدينة المحتلة. العديد من المصادر ربطت هذا الانتشار ديال هذه الآليات ب يعني الدخول ديال مجموعة من المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء إلى مليليا بالمئات الأسبوع يعني الماضي. ربما اليوم مليليا جابت الجيش ديالها باش يدعم الوحدات الأمنية يعني لمراقبة الحدود وكذلك السيطرة على يعني على الثغر المحتل، إضافة كذلك إلى شوفوا معايا كما كتشوفوا معايا في الصورة، هذه سفينة تابعة للبحرية الإسبانية تجوب حول الجسور الجعفرية. هذه السفينة لا زالت تجوب في البحرية يعني بعد ما تفجرت الأزمة ديال مزرعة الأسماك اللي كان دارها المغرب تما على الحدود، وراه باقا تما يعني المغرب راه ما حيدش المزرعة ديالو، راه باقي الأمور كلها تما باعتبار هذيك المياه مياه مغربية إقليمية وما يمكنش تحكم فيها إسبانيا. إسبانيا اليوم اللي بدات مرة كتطلع في اللغة ديالها مرة كتهبط،
المغرب تنتظر قرار المغرب، هل سيقبل يعني بانتقال السفاره ديال حكومه كاتالونيا من تونس الى المغرب، ام ان المغرب سيرفض طلب الحكومه الكاتالونيه. العالم يترقب، اسبانيا ترقب، ونحن كذلك نترقب. ولو ان مجموعه من يعني المراقبين والمحللين كيقولوا بان المغرب لن يقدم على يعني على الموافقه على هذا الطلب ديال حكومه كاتالونيا. علاش؟ لان المغرب ليست من ثقافته وتقاليده يعني الابتزاز والمساومه وهالحجات، يعني المغاربه معروفين. فلو انه بغى يعترف بكاتالونيا يكون اعترف بها سنوات هذه، يعني ماشي حتى لدابا. يعني المغرب ماشي اخلاقه هذه يكون المغرب ما كيديرش هالحجات كلها. غادي ندوزو للخبر الثاني المتعلق بالصفعه المدويه التي تلقاها العمامره في اجتماع المجلس الوزاري او اللجنه الوزاريه لوزراء الخارجية العرب في القاهرة بمناسبة يعني وضع ترتيبات وكذلك جدول أعمال القمة العربية اللي تعلن عليها رسميا أنها غتكون في 1 نوفمبر. تعوضنا كل مرة كيقولوا غادي تكون في الشهر الجاي، الشهر الآخر، هذا الشهر الماجي، ولكن ملي كيقرب الموعد كتعاود عاوتاني تأجل وكذا إلى يعني ربما إلى الإلغاء ديالها. قالوا 1 نوفمبر، وبعض المصادر تقول بأن الجزائر اليوم تعمل على تعيين يعني بغات تعيين واحد الأمين عام مساعد لأحمد أبو غيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية. حقوا الواد قال لك بأن الجزائر بغات دير واحد المساعد ديال أبو غيط باش يساعدوا على الترتيبات وكذا وكذا والتنسيق وتسهيل مأموريات الجزائر، لأن الجزائر كتحس براسها بحالا انا جاني بحالا كذبون. وكذلك العمامره عياو من التنقلات من دوله لدوله، يعرضوا على الناس، خافوا يديروا العرس ويبقاو الطبالي خاويين، لهذا كيدخلوا ويدقوا في الديور ويزاوقوا ويبوسوا الريوس. اليوم الجامعه العربيه كتقول الجزائر هذوك المناورات ديالك السياسيه الغبيه، الا بغيتي الاجتماع ديال القمه العربيه تنظم عندك خلي هذوك المؤامرات وهذيك المناورات خليهم بعيده. المناورات تتعلق بموضوعين اساسيين، الموضوع الاول هو التدخل الايراني في الشؤون العربيه، وكنشوفوا ان الجزائر اليوم اصبحت لسانا ناطقا باسم الحكومه الايرانيه داخل الاجتماعات العربيه. اضافه الى المشكل ديال الصحراء المغربيه، الجزائر اللي كانت كتنور في البدايه وبغات البوليساريو تكون ممثله في هذا الاجتماع عن طريق او اخرى، وكانت بغات تدخل القضيه الصحراء المغربيه في جدول الاعمال ديال القمه العربيه، اضافه الى يعني تركيا والمشاكل ديال تركيا والتدخل ديالها في ليبيا. اجتمعوا وزراء العرب البارح وخرجت واحد اللجنه ببيان قاسح، بواحد البيان خلى الجزائر ترتعد. قبل ما نقراو هذا البيان او التفاصيل ديال هذا البيان، بغينا نضحكوا شويه على هذا الشيباني شنقريحه، راكم عارفين شنو كاين شنقريحه اللي خرج البارح في في, في 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 الاعلام الجزائري ويتمن على الانتصارات السياسيه للجزائر. نسمعوها شنو كيقول هذا الشيباني، اسمع مزيان. اذ اشيد وانوه بالحركيه النشطه التي تشهدها بلدنا في الفترة الأخيرة على إثر تسجيل عدد كبير من النجاحات على درب التطور ومواصلة تعزيز أجمل انتصارات. الله يهديك أسي شنقريح، أجمل انتصارات. القمة العربية كانت كتنظم كل عام في مارس، تجيتو نتوما استثناء ولات تنظم في نوفمبر إلى تنظمات. عاش من انتصارات سياسيه في ممشى كدبون والحمامره في اي دوله عربيه، غير كيحط رجليه في ديك الدوله العربيه وكتخرج ديك الدوله العربيه ببيان او مقال او تصريح تؤكد فيه وحده المغرب وحده الاراضي ديالو. عاش من انتصار، عاش من انتصار، قول لي الله يهديك. عاش من انتصار الى قريت لك شنو وقع في الاجتماع ديال الدول العربيه اليوم، ما غتندبش هكذا، غتندب هكذا. المهم الامر يتعلق بان لهجه العرب اليوم كانت لهجه قويه وصارمه، كيقولوا يعني هكذا بالحرف ان ايران تمشي تهز شطيطها وتعطينا اتساع. جبدوا
التفاصيل ديال التدخل الايراني في جميع الدول. كيقولوا للجزائر واش انت كتدافع على ايران؟ واش نتوما اليوم يعني تتكلمون باسم ايران في الاجتماعات الدول العربيه؟ ما تبقاوش تجبدوا لنا ايران وبداو كيحصيو المشاكل ديال ايران في الدول العربيه. جبدوا المشاكل السعوديه، التدخل في المشكل ديال اليمن، التدخل في سوريا، التدخل كذلك والهجمات على الامارات، وزادوا كملوها وتكلموا على دعم الايران للميليشيات والعصابات التي تهدد امن والوحده الترابيه للمغرب بالجمله. قالوها بالجمله في البيان، ونقراو شي شويه من البيان خصوصا فيما يتعلق يعني فيما يتعلق بالقضيه ديالنا المغربيه. نمشيو خصوصا ها هي. شوف البيان راه طويل فيه بزاف ديال البنود وكاين. واكدت اللجنه على تضامنها مع المغرب في مواجهه تدخلات النظام الايراني وحليفه حزب الله اللبناني في شؤونها الداخليه، خاصه ما يتعلق بتسليح وتدريب عناصر انفصاليه تهدد وحده المغرب الترابيه وامنه واستقراره. غير ما بغاوش يقولوا الجزائر، بغاو الامور تدوز على خير، ولكن كيصيفطوا لكم ميساج عن طريق ايران انه احنا مع المغرب ضد الانفصال، مع المغرب ضد العصابات التي تسلح وتدرب من طرف ايران. غير ما بغاوش يجبدوا الجزائر، حنا كنعرفوا شكون اللي كيدعم كذلك، شكون هي العصابه الانفصاليه كنعرفوها، هي البوليساريو، كنعرفوا شكون اللي كيدعمها بالسلاح والارض وكذا وكذا والاحتضان السياسي وكذا، هي الجزائر. غير بغاو يدوزوا الامور على خير ويجبدوا قالوا ايران، يعني عيق البريق، يعني هي الجزائر عيقوا. عرفوا بان من المشاكل ديال الدول العربيه وديال عدم انعقاد الجامعه العربيه هو هذا المشكل. وكيجي شي نقريحه يقول لك اليوم الانتصارات السياسيه، اش من انتصارات سياسيه والبلاغ قدو قداش؟ البلاغ كله قدا قداش مع الوحده المغربيه وضد تسليح وتدريب الانفصال يعني الانفصاليين في المغرب. خوتنا هذه اشارات ديال هذا الصباح. موعدنا ان شاء الله نتلاقاو في هذا المساء في اخبار وتحليل جديد، وغادي نجيب لكم واحد الموضوع مهم جدا وكشف الكراغلة على حقيقتهم. تابعونا اليوم مع الاستاذ العشية او ستونس، غتلقاو الحلقة في القناة ديالنا. ولكن قبل ما تخرجوا ضغطوا على جيم، اشتراك، بارتاج، تفعيل جرس، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.